أصحاب الأموال الطائلة، سقف الدنيا محدود، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، فصدقت فأبقيت. سيدنا عمر أمسك تفاحة قال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت. يعني بادئ ذي بدأ حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. لذلك الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها. الفلاح غير النجاح. في تصوري الفلاح أن تعرف الله أولا، أن تطيعه ثانيا، أن تعبده ثالثا، أن تأتمر بأمر رسوله رابعا، أن تدعو إليه خامسا. هذا جانب. هذا الفلاح عرفت الله، عرفت منهجه، طبقت منهجه، أقبلت عليه في الصلاة، ثم خدمت خلقه أو دعوت إليه بالنهاية. هذا جانب الفلاح. أول بند أن تعرف الله وأن تتقرب إليه. الجانب الثاني نجحت في اختيار زوجتك، امرأة صالحة، نجحت في تربية أولادك، نجحت في اختيار حرفتك. الحرفة مشروعة والتعامل معها مشروع. ثم فالنجاح يبدأ بالنفس، أول دائرة، يثني بالبيت، بيت مسلم، ما في شاشة متفلتة، ما في سهرات لا ترضي الله، ما في اختلاط، ما في معصية، الدخل إسلامي، الإنفاق إسلامي، لقاءات إسلامية، سهرات إسلامية، حتى السياحة إسلامية. يعني يبدأ المنهج الإلهي من أخص خصوصيات الإنسان، يبدأ من فراشه الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. منهج كامل يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، من فراشه الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. لذلك حسب ما تفضلتم من موضوع التزكية، قد أفلح الفلاح شمولي والنجاح أحادي. فلاح أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام. الفلاح أن تنجح في إيمانك وفي استقامتك وفي عملك الصالح وفي الدعوة إلى الله. والفلاح أن تحسن اختيار زوجتك وأن تحسن تربية أولادك. والنجاح أن يكون عملك مشروعا، حرفتك مشروعة، والتعامل معها مشروع، والنوايا طيبة. فإذا جمعت بين نجاحك مع الله إن صح التعبير، ونجاحك مع نفسك ومع أسرتك وفي عملك، انقلب النجاح إلى فلاح. ولم ترد كلمة نجاح في القرآن إطلاقا. وأولئك هم المفلحون. ومن أهم هذه الآيات قد أفلح من زكاها، تعود على النفس. النفس هي ذات الإنسان، جسمه وعاء، الروح قوة محركة، الذات، والله عليم بذات الصدور. النفس ذات الإنسان. قد أفلح من زكاها تعود على النفس، وقد خاب من دساها تعود على النفس. أما جسمه قالب. يعني للتقريب، لو أنه جهاز إلكتروني، راديو، البلاستيك، هذا الهيكل، هذا الجسم، والمواد اللي عم تبث هي الذات، المنهج، والقوة المحركة الكهرباء. ففي إنسان هو الذات، وفي قوة محركة، وفي هدف. لذلك
قد أفلح من زكاها، يعني الفلاح شمولي والنجاح أحادي، والفلاح يجمع بين معرفة الله وطاعته والإقبال عليه والدعوة إليه، يجمع بين حسن اختيار الزوجة وتربية الأولاد، ويشتمل على حسن اختيار الحرفة، حرفة مشروعة، والتعامل مع الآخرين مشروع. فإذا جمعت بين الذات والزوجة والحرفة والأهداف انقلبت إلى فالح، والفلاح أعلى مرتبة في الإنسان. يعني هذا الهيكل، الهرم البشري، الهرم البشري في زمرتان كبيرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غيبتهم. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء عطوا ولم يأخذوا، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فلذلك قضية خطيرة. يعني هو التعلم أو العلم الديني ما هو شيء تحسيني، شيء وجودي، يعني فرض. طلب العلم فريضة. شو معنى فرض؟ للتقريب، استنشاق الهواء فرض، إن الحياة متوقفة عليه. شرب الماء فرض، تناول الطعام فرض. أما في فاكهة نادرة أكلتها أو لم تأكلها تعيش من دنيا. فالفرض تتوقف سلامة الإنسان وسعادته عليه. 8 مليارات إنسان ما فيهم واحد يتمنى الفقر ولا المرض ولا القهر. 8 مليارات إنسان تتمنى يكون في بحبوحة، صحته جيدة، زوجته صالحة، أولاده أبرار، بناته محتشمات، رزقه في بلده، حجمه المالي معقول، أي شيء عام. فلذلك في عنا نجاح وفي عنا فلاح. الآن لحكمة بالغة بالغة بالغة، أي أمر الله أمرنا به حببه إلينا، وحبب إليكم الإيمان، وأي أمر الله نهانا عنه كرهه عندنا. هي الفطرة، الفطرة متطابقة تماما مع الشرع. أي أمر أنت تحبه فطرة، وأي نهي تكرهه فطرة. نعم. لذلك الله عز وجل قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك الراشدون. أي أمر أمر الله به الإنسان يحبه بفطرته. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي أمر أمرنا به جبلنا برمجنا على محبته، وأي نهي نهينا عنه جبلنا على كراهيته. هذا من فضل الله علينا. لذلك قالوا الإسلام دين الفطرة. يعني للتقريب، يعني الإنسان بيميل للطاعة بفطرته ويكره المعصية بفطرته. والآن بالعالم الغربي، أنا الاختصاص بعلم النفس، بأن الدكتور فاخر عاقل الله يجزيه الخير، والعالم الغربي يعاني من كآبة بنسبة 152%. عجبنا من هذه النسبة. قال 100 إنسان معه كآبة و52 معهم كآبتين. أي مخالفة لمنهج الله بيعمل كآبة. في الحساب الداخلي، حساب الداخلي من التقريب. يعني لو أنه واحد دخل لبيته الساعة 2 بالليل، أمه رجته على شراء دواء معين مسكن، تعاني من ألم شديد، لو قال لها كل الصيدليات مغلقة الآن تسكت،
لكنه يعلم في صيدليات منوبة ومعه سيارة، فلما قال لها كله مغلق شعر بوخز ضمير، شعر بإحباط. لو ذهب بمركبته والدواء لم يجده في الخمس صيدليات منوبة بنام مرتاح. بالحالتين الدواء لم تأخذه أمه، بس الفطرة دقيقة جدا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لذلك كلمة فطرة وردت مطابقة تماما للعبادة. أما الصبغة شيء آخر، يعني بشيء دقيق، الإنسان يحب الطاعة وقد لا يطيع، وقد يكتئب لعدم طاعته، ويحب يعني بجسمه بحواسه فقط بغرائزه بحب المعصية. أما الصبغة شيء آخر، يعني أنت تحب الخير فطرة، إن كنت خيرا أنت معك صبغة، صار صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالفطرة أن تحب الخير، أما الصبغة أن تكون خيرا. الفطرة أن تحب الصدقة، أما الصبغة أن تتصدق. الفطرة أن تحب الطاعة، صبغة أن تكون طائعا. الفطرة أن تحب الإنفاق، صبغة أن تكون منفقا. فالصبغة تمثل الكمال، والفطرة محبة الكمال. الحقيقة الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شيء عجيب، هي الواو والعطف، حرف عاطف بالإعراب، أما بالبلاغة حرف تماسك. الله عز وجل رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك ليعمل العاق ما شاء يعمل لا يدخل الجنة. البر بوالديه أي طاعة كبيرة جدا، إلا أن الله يعجل لصاحبها المكافأة في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني لو كان في كلمة أقل من أف لقالها الله، وعلماء كثر قاسوا عليها أعمال كثيرة، إغلاق الباب بعنف أف، من شد نظره إلى أبيه أف، 30 حالة تساوي أف. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم، لذلك الله عز وجل رفع كما قلت قبل قليل هذا البر إلى مستوى عبادته، إلى مستوى العبادة، وهي من التزكية. نعم، لذلك والذي يبر والديه يكافئ في الدنيا قبل الآخرة. أنا أذكر يعني من باب التأكيد، أذكر يعني أخ كريم من تلاميذي مقيم بلندن بمانشستر بالذات، في رجل بالطابق السادس والدنيا شتاء مات أو توفي، يبدو أنه البرد شديد والأبواب والنوافذ محكمة تماما، مضى على وفاته زمن طويل دون أن يعلم به أحد. بعد ما الجثة تفسخت وسودت، الرائحة تسربت إلى الخارج، أبلغ الشرطة، جاءوا فتحوا الباب، متوفى من زمن طويل. وله في هذه البلدة مانشستر 5 أولاد، ما خطر في بال أحدهم أن يزور أباه في هذه المدة كلها، بينما في بلاد مسلمين في حالة ثانية. أنا أقول كلمة دقيقة، نحن كمسلمين
متحضرون بديننا، وقد يكون تطور ضعيف. الغرب التطور مذهل، بس متوحشون في ماديتهم. فالحضارة متعلقة بالقيم والمبادئ، أما التطور متعلق بالآلات والتقنيات. أذكر تماما موضوع بر الوالدين المتعلق بهذه الأعمال الطيبة. رجل، يعني رجل دخله معتدل متوسط، عنده 5 أولاد، صار في معه السويداد بباهم رجله اليمنى. يعني الطبيب قال هذا قرقرين، لابد من قطع هذه الباهم. عنده 5 أولاد، أحدهم صار يبكي، قال له ما في حل للدكتور؟ قال له والله ما في يبكي، إذا ما قطعنا الباهم غدا قد ينتقل للقدم بكامله، بعدين للساق، بعدين للفخذ. فبكى بكاء شديد، قال له ما في حل تاني؟ فالطبيب تأثر لهذا البر اللي نتمتع به كمسلمين، قال له في مشروع بس بده عناية بالغة، 3 حمامات يوميا وأدوية معينة وغالية. قال له أنا بتكفل. قصة طويلة ملخصة، خلال 6 أشهر هذا الباهم عاد إلى طبيعته السابقة، وشو في من هذا الوضع. هذا الابن الله عز وجل أكرم وإكرام منقطع النظير. نعم، فلذلك إذا أردت أن تنجح في حياتك لا بد من طاعة الله عز وجل، والبدأ يبدأ بالعلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول كلمة بأول آية بأول سورة اقرأ. طلب العلم، شو الإنسان؟ شيء نحن تعلمناه بالابتدائي، في جماد، في نبات، في حيوان، في إنسان. الجماد وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع. يزيد النبات على الجماد بالنمو، والحيوان يزيد عليهما بالحركة، والإنسان يزيد عليها جميعا بالقوة الإدراكية. هذه القوة الإدراكية لابد من طلب العلم. طلب العلم ليس شيئا تحسينيا، شيء وجودي، تؤكد ذاتك بالعلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا، يربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فالعلم، العلم بالله. طبعا في عنا يقين حسي، يقين عقلي، يقين إيماني. الله عز وجل قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. علم اليقين في يقين حسي، أدواته الحواس 5 واستطالاتها، سمع، بصر، شم، لمس. أدواته الحواس 5 واستطالاتها كالميكروسكوب والتلسكوب. هذا اليقين الحسي، هذا متوافر حتى في غير البشر. بعض الكائنات الحية تتحرك عند غروب الشمس. اليقين الحسي أدواته الحواس 5 واستطالاتها الميكروسكوب والتلسكوب. أما اليقين العقلي الحسي، الشيء ظهرت عينه وأثاره معا، عينه وأثاره. أدوات اليقين به الحواس 5 واستطالاته
إذا كان غابت عين الشيء بقيت آثاره. أداة اليقين العقل، العقل بشيء غابت عينه بقيت آثاره. يعني في جدار خرج وراءه دخان، تقول أنت لا دخان بلا نار، عين النار غابت عنك، آثارها الدخان. هذا اليقين العقلي. واليقين الثالث الإخباري، الله عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. خبر هذا، فالخبر قيمته من المخبر. فإذا كان المخبر هو الله ينبغي أن تتلقى الخبر وكأنك ترى. ففي عندي يقين حسي، يقين عقلي، يقين إخباري. والقرآن إخبار من الله عز وجل. لكن نحن عندنا قانون بحياتنا، القانون علاقة مقطوع بها بين متغيرين، علاقة مقطوع بها بين متغيرين، تطابق الواقع عليها دليل. إن ألغي الدليل صار تقليد. الله لم يقبل منا التقليد، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن لم تطابق الواقع فهي جهل بعينه، إن لم تكن قطعية الثبوت أصبحت وهم بالمئة 130، شك بالمئة 150، ظن 70، غلب الظن 90. فعلاقة مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. الآن ماذا يقابل القوانين بالإسلام؟ يقابلها السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من هذه السنن هدى البيان. أنت جالس بالبيت، سمعت ندوة تلفزيونية، حديث إذاعي، حضرت خطبة جمعة، قرأت كتاب تفسير، سمعت حديث من عالم جليل، هذا البياني، أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة، لا بنفسك، لا بصحتك، لا ببيتك، لا بأهلك، لا بأولادك. الله عز وجل تفضل عليك ونقل لك المعرفة، إما من كتابه أو من سنة نبيه أو من علماء ربانيين صادقين، أو من ندوة سمعتها، أو من كتاب قرأته، أو من رجل دين زرته، إلى آخره. هذا الهدى البياني، الموقف الكامل منه الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة الموقف الكامل من الهدى البياني. فإن لم نستجب، الإنسان لم يستجب، في معالجة أخرى أصعب. يعني بيقول له الطبيب للمريض بالتهاب معدة حاد، أنت بحاجة إلى حمية قاسية لأشهر ستة، وإلا لابد من عمل جراحي. هدى البياني أرقى طريق إلى الله، أسلم طريق، أريح طريق، أرقى طريق. إذا واحد ما استجاب الهدى البياني، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا ما استجاب في عندنا مرحلة أخرى، التأديب التربوي. التأديب التربوي، الله عز وجل يسوق للإنسان مصيبة أو شبح مصيبة أو احتمال مصيبة. لذلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالآن الله نقله من حالة هدى بياني إلى تأديب تربوي، شيء جميل. التأديب التربوي من أجل أن يتوب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الموقف الكامل والرائع في التأديب التربوي التوبة. الله قال توبوا إلى الله توبة نصوحة، وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. يا هدى بياني استجابة طوعية راقية جدا، تأديب تربوي الموقف الكامل التوبة النصوحة.
وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا ما تاب لا بالتأديب لا بالهدى البياني استجاب ولا بالتأديب التربوي تاب. في عنا حالة ثالثة بس الناجحون قلائل، الإكرام الاستدراجي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الثالثة الناجحون قلائل جدا. الأولى هدى بياني استجابي، الثانية تأديب تربوي توبة، الثالثة إكرام استدراجي شكر. لا بهذه ولا بتلك ولا بتلك عندئذ يأتي القصم. هي سنن الدفع إلى الله، سنن قوانين الدفع إلى الله عز وجل. فكل واحد منا يا بالهدى البياني بيسمع خطبة بيطبقها، درس علم، بيقرأ تفسير، بيسهر مع عالم، هدى البياني يستجيب، بالتأديب التربوي بيتوب، بالإكرام الاستدراجي بيشكر، وإلا في قصم. يعني والله عنده رسائل. أذكر صديق حدثني عن قريب له عليه دفع زكاة 12,000 ليرة سورية، قصة قديمة كتير قبل 20 سنة تقريبا. ما دفع، زوجته ضغطت عليه يدهن البيت يطلي البيت، فطل البيت استجابة لضغط زوجته وما دفع زكاة ماله. قال لي عملت حادث كلفتي 12,000. تطابق كلفة الحادث مع قيمة الزكاة رسالة من الله عز وجل، فلا بد من التأديب. وهي المصيبة سميت مصيبة لأنها تصيب الهدف. تأديب تربوي أول شيء، هدى بياني استجابة، تأديب تربوي توبة، إكرام استدراجي شكر أو قصم. هذه سنن قوانين يعني الدفع إلى الله. عندنا قوانين أخرى، الردع. الردع الله عز وجل جعل مصائب، فتحنا عليهم أبواب للأنبياء. مصائب الأنبياء كشف فقط، في كمالات راقية جدا لا تبدو إلا بالمصيبة. بالهجرة تبعه سراق، قال له يا سراق كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ واحد مهاجر مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حي أو ميت، يقول له بمضمون كلامه أنا سأصل سالما وسأنشئ دولة وسأحارب أكبر دولة بالعالم وسأنتصر، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا حصل. سيدنا عمر قال أين سراقة؟ ألبسه سوار كسرى. البخن بخن أعيرابي من بني تميم يلبس سوار كسرى. الحتمية النصر قطعية إذا قدمنا موجباتها. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، لا يمكن. الحق واحد لا يتعدد. الحرب بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول. الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر. بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي. هلأ نحن بالنهاية في عنا كلام دقيق، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. وفي مثل دقيق أحب أضعه بين أيدي إخوتي المشاهدين والمستمعين. لو تفرضنا شيء 20-30 وحش كاسر جائع مفترس، هذه الوحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة رحيمة عادلة حكيمة. علاقتنا مع الوحوش أم مع هذه الجهة؟ مع الجهة. الآن الآية فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
كل هذه القوى المخيفة بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله. كل الأمر الجنس، الجنس معناها واسع جدا، يعني أي أمر من آدم ليوم القيامة بالخمس قارات يرجع إلى الله عز وجل. علاقتك مع الله، هذا معنى لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد نهاية العلم، والعباد نهاية الطاعة. بل فحوى دعوة الأنبياء جميعا، جميعا كلمتان: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعا التوحيد، فحوى الحركة بالأرض العبادة. فإذا واحد كان توحيده جيد، عبادته جيدة، حقق الهدف من وجوده. لذلك فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن كليات الدين: عقيدة صحيحة، حركة صحيحة، بجانبيها الاستقامة السلبية، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، والإيجابية أنفقت من مالي، من علمي، من حكمتي، من شأني، من جاهي. والثمرة هي الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. إنك إذا صليت لبيت دعوة الله بالاتصال به. لكن فاذكروني أذكركم، إن ذكرته ذكرته ذكرك. ما معنى ذكرك؟ منحك الحكمة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إن ذكرته منحك التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. إن ذكرته منحك الصواب والرصانة والسكينة وكل شيء إيجابي بحياتك. لذلك إن لم يقل هذا المؤمن: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، عنده مع الله مشكلة كبيرة. هذا الدين سر وجودنا وهدفنا الكبير، وهذا الدين يعني علاقتنا معه علاقة فرضية، بمعنى إذا الإنسان ترك الدين فقد هويته كإنسان. الله عز وجل وصف من شردوا عنه بأوصاف مخيفة. أول وصف: أموات غير أحياء. أموات، نبض 80 مثالي، ضغط 12 مثالي، عند الله ميت، كأنهم حمر مستنفرة، إنهم إلا كالأنعام، خشب مسندة. هي صفات من شرد عن الله عز وجل. فنحن بالدين وعنا حالة تحسينية، حالة وجودية. أرجو الله أن يحفظ إيمانكم جميعا، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم. وهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. وبارك الله بكم ونفع بكم. جزاكم الله خيرا كثيرا، وبارك الله فيكم وحفظكم الله ولجميع المسلمين. الله يبارك فيك. الآن بعد هذه الكلمات الطيبة وهذه الحقيقات أو التحقيقات المفيدة من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الآن أريد أن نوجه إلى فضيلته أسئلة. بعض الأسئلة قد وصلت إلينا من قبل المشاركين. نعم. هناك سؤال عن فتاة وتقول: يا شيخنا، أحيانا أشعر أنني مجبرة على الصلاة والحجاب، فكيف أفهم أن الله حبب إلينا الطاعات؟
الحقيقة نعم، مثل إذا واحد ما حب يدرس لما كبر، لا وظيفة ولا زواج ولا عمل ولا بيت، ساعتئذ يندم أشد الندم. الشهوات حسية، الإيمان عميق، الإيمان شمولي، الإيمان في سعادة متأخرة. فإذا واحد ما درس واستمتع باللعب بالطريق واستمتع بحركات لا تقدم ولا تؤخر، لما رأى أصدقاء وأطباء ومهندسين له مكانة كبيرة وله زوجة وله أولاد وسيارة مكانة اجتماعية، بتألم أشد الألم، يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، فالحقيقة الشيء الظاهر مثل الدراسة، الدراسة متعبة بس بعدين صار معه دكتوراه، له مكانة اجتماعية، عنده بيت معقول، عنده زوجة يحبها وتحبه، عنده أولاد أبرار، عنده مركبة، عنده يعني نشاط، هيك نشاط له مكانته إنساني. فلذلك نحن مخيرون، لأنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان هو المخلوق الوحيد المخير، ولولا أنه مخير ما ارتقى بعمله، لأنه موضوع دقيق جدا. الاختيار بيرفع من قيمة الإنسان، الاختيار بيثمن العمل، اختيار بقرب من الله عز وجل. والدليل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لولا الاختيار ما في سعادة، ما في جنة أساسا. أنت مخير، الاختيار يثمن العمل، لكن لا بد من نتائج كبيرة جدا بجهد مسبق. في إنسان بيقدر يحط جنب اسمه دكتور دال فقط، دارس 23 سنة، دارس هي الدال بتساوي 23 سنة دراسة. سؤال آخر، هل نتطرق إلى سؤال آخر؟ اتفضل. طبعا هناك أسئلة كثيرة، وهناك سؤال أيضا موجه إلى فضيلتك. يقول السائل: لدي شاب في 18، في كثير من الأحيان يضيع وقته في الألعاب الإلكترونية وقراءة القصص اليابانية. نصحته أنا ووالده، يعني يبدو أن السائلة هي الأم، كثيرا، وشجعناه لاستبدال هذه الأشياء بالاستماع إلى كل ما يفيد من حلقات ثقافية ودينية، ولكنه لا يصل. كيف نستطيع أن نعامله، وخاصة بأنه متمسك بهذه الأشياء وأصبح في عمر الشباب؟ شكرا. الله عز وجل أقسم بالعصر، العصر مطلق الزمن، والإنسان في أدق تعريفاته بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الله قال والعصر، جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر، يعني مضي الزمن وحده يستهلكه. إلا يقول إمام الشافعي النجاة في إلا الذين آمنوا، تعرفوا إلى الله وعملوا الصالحات، عمل صالح يصلح للعرض على الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أركان النجاة، إمام الشافعي قال هي أركان النجاة: عرف الله، عرفه خالقا مربيا مسيرا، أسماؤه حسنى صفاته علا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. عرف الله من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، يعني الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني بيدخل بجوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر.
الآن الله قال والسماء ذات البروج، يعني الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب. كنت مرة بأمريكا دخلت إلى متحف فلكي كأنه في قبة كبيرة جدا فيها المجرات، العقرب وصلوا بين خطوط نجومه كالعقرب تماما، في نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب، دقيق، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا إله العظيم يعصى؟ ألا يقطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا إسلام عظيم، إله عظيم ذات كاملة، أسماء الله حسنى، صفاته علا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في واحد بالأرض لا يتمنى السلامة والسعادة وزواج ناجح، أولاد أبرار، مستقبل مشرق، عمر مديد؟ هذا كله متحقق بكماله وتمامه بالدين. هناك سؤال يقول السائل: كيف يستقيم فهم مسألة التزكية في علاقتها بجانبي الوهم والكسب؟ أولا، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طارئة. أما الوهب، شوف، ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة. الوهب والكسب، الوهب أنت لست مخيرا في كونك ذكر أو أنثى. واحد، لست مخير في أمك وأبيك. اثنين، ولا في قدراتك العامة، ولا في مكان ولادتك، ولا في زمن ولادتك. يكتشف الإنسان في يوم ما، إما بالدنيا أو بالآخرة، أن الذي أجراه الله عليه من دون اختيار هو الحكمة المطلقة. عبر عنها الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان. وعبر عنها عالم آخر: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. يعني أنت ولدان بشرق أوسط أو بأمريكا، مكان ولادتك، زمن ولادتك، عصر ولادتك، أمك وأبوك، قدراتك العامة الخاصة، كل هذه الخصائص التي لم تكن بها مخيرا كنت بها مسيرا، تكتشف قطعا أن هذا الذي كان ليس بالإمكان أبدع مما كان. وهذا يعبر عنه بقول الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الوهبي والكسبي، كسبي العبادة، العبادة كسبية، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. أما الوهبي كونك ذكر أو أنثى، الأم والأب، مكان ولادتك، عصر ولادتك، قدراتك العامة، هذه أكمل شيء، هذا الشيء يكتشف بعد حين. ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سؤال آخر. نعم يا شيخنا، هناك آية أفلح من آية أفلح من زكاها تنسب الفعل إلى العبد، وآية لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد. كيف يعني نفهم التزكية والأخذ بأسبابها على ضوء هذين؟ النتيجة في اختيار وفي تسيير، أنت مسير لما اخترت. يعني واحد مقيم بالألاسكا، بالألاسكا تلج فقط، قال مرة في إله يا ترى؟ هيك سؤال. بلاقي فرصة عمل بكندا، بيقبلوا، يبعثوه على فرع بالخليج، بيسكن بيت زبو في عالم. أنت مخير
مخير قطعا، الله ينتظرنا يحبنا، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هي إرادته بالمعرضين كيف بالمقبلين؟ هو ينتظرنا والأمر بيده، ما في إلا الله عز وجل. هناك سؤال آخر، التصوف السني بتناوله لموضوع التزكية يركز على مسألة الشيخ المربي. نعم. ما السبيل إلى ذلك في زمن كثرت فيه الدعاوى، وهل يمكن الاستغناء عن هذا الأمر عن الشيخ المربي؟ والله يعني هو نقطة دقيقة. نعم. لو أنه ممكن تعرف الله وحدك، ما في داعي للمشايخ كلها، ما في داعي إطلاقا لكل العلماء، بس من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من حال إلى محال، من محال إلى محال. من لم يأخذ العلم عن الرجال، بدك مربي، بدك قدوة، بدك واعظ، بدك حكيم، بدك عليم، بدك عنده أفق واسع، عنده قدرات عالية جدا، عنده أسلوب محبب. نعم. لو كان ما في حاجة لمربي، ما في حاجة لأنبياء، صار بنزل كتاب نقرأه، ما في غيره. القدوة قبل الدعوة، بدك قدوة أمامك إنسان. القرآن كون صامت، الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. بدنا مسلم يمشي أمامنا، إن حدثك فهو صادق، إن عملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. لا ينجح الإسلام إلا بثر العليا، الأبث الأعلى، المعلم، المدرس، أستاذ الجامعة، أي منصب قيادي مثل أعلى. بدك إسلام أمامك. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي قرآن يمشي أمامك. فأنت بدك مثل أعلى بإنسان، هذا دور العلماء والآباء والأمهات، دور قيادي. القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع، ومخاطبة القلب والعقل معا، والمبادئ للأشخاص، والمضامين للعناوين، والتدرج لا بالطفرة. نعم. نعم يا شيخنا. أيضا سؤال، شخص يشتكي من زوجته، نعم، ويقول زوجتي تفتعل المشاكل لأنني أساعد أهلي ولدي 4 أطفال منها، رجاء فليصل السؤال إليه، حاولت معها الكثير وفي الآونة الأخيرة بدأت بالتذمر من حياتنا، أو بدأت بالتذمر من حياتنا ومستوى معيشتنا، رغم أننا مقيمين في ألمانيا وحالنا كمثل معظم الناس، ماذا يجب أن أتصرف؟ حق المرأة لا يلغي حق الأم، وحق الأم لا يلغي حق المرأة. نعم. الأم لها حق، الأب له حق، الزوجة لها حق. أعطي كل ذي حق حقه. وإنسان يعني من نصائح، لا كثير يمدح زوجته أمام أمه، ما تتحمل، ولا يخلي يعني عليه لأمه واجبات مقصر فيها. أعطي كل ذي حق حقه، الزوجة لها حق، والأم لها حق، والأب له حق، والأولاد لهم حق. أعطي كل ذي حق حقه. بعدين بدها حكمة، الحكمة لا تؤخذ، ما قال الله ومن يأخذ الحكمة، ما قال ومن يكن حكيما، قال ومن يؤتى الحكمة. أكبر عطاء إلهي الحكمة، أن تضع الشيء بمكان. بالحكمة تنتفع بدخل محدود، وبلا حكمة
تبيد المال الكثير بالحكمة، قد تسعد بزوجه من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجه من الدرجة الأولى، بالحكمة تجعل العدو صديقا، بدون حكمة صديق عدوا. أكبر عطاء إلهي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم يا شيخنا، هناك سؤال أيضا مهم جدا، ما موقع علم التزكية بين العلوم، وما مذانه وما نبعه الموثوقة؟ الحقيقة التزكية قد أفلح من زكاها بالقرآن، أن ترتقي بنفسك لتكون مؤهلة للجنة. التزكية أن تمتلك ثمن مفتاح الجنة، مو ثمن الجنة، مفتاح الجنة. التزكية أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، هي التزكية. التزكية أن تقول إنسان كامل، كمال نسبي مو مطلق نسبي. نعم. التزكية أن تعرف الله، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. نعم. هي التزكية. نعم. وما مذانه وما نبعه الموثوقة؟ مرة ثانية بالله، مرة ثانية. وما مذان وما نبع تزكيته؟ يعني مضمون تزكية كيف يقوم بهذا الاتصال بالله، الاتصال بالله. وما مذانه؟ الاتصال بالله أصل التزكية، أصل الجمال والكمال والنوال. نعم. صاحب الحكمة. نعم. إذا كنت مع الله كان الله معك. نعم. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كيف نتعامل مع الإبل العنيد؟ سؤال. يحتاج إلى حلم. كان الحليم سؤال. أن يكون النبي. نعم. أولا أنا لست مع العنف. نعم. العنف لا يلد إلا العنف. أقنع ولا تقمع. نعم. دائما الله قال، والكلمة الآية دقيقة جدا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني في مرحلة ما سمح السكر مع الصلاة، أي طبعا منسوخ حكمه. لماذا بقيت؟ حتى نتعلم التدرج. التدرج، ابن عنيد، بالملاطفة، بالإقناع، بغض البصر أحيانا، بنحاسبه على وحدة، بنتغافل على أشياء كثيرة. فالتغافل قمة الذكاء، التغافل قمة الذكاء. حاسب وتغافل، اجمع بين التغافل وبين المحاسبة. نعم يا شيخنا، هناك يعني كثير من الناس، بعض الناس يقدمون لكم الشكر والتحية وأرسلوا ورود. نعم. يعني لكم أنا أشكرهم جميعا على مشاعرهم الصادقة وتعبيراتهم الدقيقة، ويقولون بأن شيخنا الفاضل يعني يحيي فينا الأمل ونحن نستمع إليه كثيرا. هذه يعني تعبيرات من إحساساتهم نحوكم، وأردنا أن نقوم بالأمانة ونبلغها لكم. لكن نعم. اليأس والتشاؤم والسوداوية تقترب من الكفر. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى ينفجر الفجر. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك،
ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. ويوجد سؤالان خاص. نعم. السؤال الأول: الكثير من الجمهور يتساءلون حول كيفية التواصل مع الدكتور مباشر. أولا تفتحوا الحج جوجل، بتعرفوه؟ نعم. الحج جوجل اللي موقع الآن الأول بالعالم، يدخله مليوني إنسان كل يوم، ما شاء الله ما شاء الله، في 10 لغات. أولا له بنود كبيرة، أنت راكب سيارتك في قسم صوتي تسمع أي موضوع صوتا. الآن ثانيا أنت عم تحضر درس، عندك دعوة، خطيب جامع، موقع نصي والنص وورد وبي دي اف. ثالثا موقع مرئي، سهران سهرة، بتفرجي من حضر هالموضوع. وبعدين موقع فتاوى، هذا بين أيدي الناس جميعا، على 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 الآيفون وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر. الأيباد 7 قياسات وكل الآيفونات، وعلى الموقع تبعي، أول موقع بالعالم بين أيديكم، مواقع في 10 لغات. الموضوع تاخده صوت، تاخده نص وورد للتعديل بي دي اف ثابت، تاخده صورة فيديو، تاخده أسئلة، كله بين أيديكم. هذا العالم كان 5 قارات، صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة، الآن سطح مكتب العالم كله. النبي قال يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. أنا أقبلت شهر بملبورن، آخر مدينة بالعالم، فيها جامع وفيها معهد شرعي، فيها دين، فيها دعاة. لك يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. نعم يا شيخنا الفاضل، الجميع يرجون أن يدعو الشيخ لنا وللأمة قبل نهاية الحلقة. نعم، الله يحفظ إيمانكم جميعا. نعم، الله عز وجل أرجوه من أعماق أعماقي أن يحفظ إيمانكم جميعا، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار البلاد التي أنتم فيها. هاي دعوة جامعة مانعة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.